ومن اسطنبول ينضم إلينا أيضا منذر ماخوس سفير الائتلاف السوري في فرنسا. أهلا بك سيدي. أولا ربما نود أن نعرف رد فعلكم على تصريح ديمستورا اليوم وهو يقول الأسد جزء من الحل في سوريا. أريد أن أبدأ لأقول أن التصريح ديمستورا ليس جديد ولم يقوم بأي اختراع على الإطلاق. هذا معروف جيدا لأن مبادرة ديمستورا التي تهدف إلى الوصول إلى تجميد للقتال بدءا من حلب ربما في مناطق أخرى تفترض أن هذا التجميد سوف يكون بين طرفين. هذان الطرفان هما المعارضة من جهة والنظام ممثلا برئيسي. هذا واضح جدا، هذا ليس اختراع. والمعارضة عندما تقبل بالتفاعل مع مبادرة دولية، أشدد مبادرة دولية، نحن نعتقد أن أي محاولة بإطار أي عملية سياسية تهدف الوصول إلى حل سياسي يجب أن يكون تحت غطاء دولي وبمرجعية دولية، وعلى وجه التحديد ما أقره المجتمع الدولي وصدقه مجلس أمن لاحقا في قراره حول مبادئ جنيف. إذا نحن لسنا ضد هذا الإطار، وعندما نقول أننا نتفاعل مع مبادرة دولية وعلى وجه التحديد مع مبادرة ديمستورا في هذه اللحظة الذي هو ممثل دولي، إذن مع طرف آخر وليس مع أشباح. من هذه الزاوية ليس هناك جديد على الإطلاق. حتى الشيء الآخر الذي قاله ديمستورا في نفس التصريح على أنه لا بديل هناك عن حل سياسي، نعم كل الناس تعرف اليوم على أن الخيارات العسكرية ليست متاحة لأحد، لا للمعارضة ولا للنظام، مع كل الحلف الكبير والموجود لديه سواء الأزرع الإيراني ولا الروس ولا غيرهم. نعم، لكن اليوم ربما يبدو إذا ربنا أن نتفاعل مع مبادرة ديمستورا بغض النظر عن التصريحات يجب أن ننظر إلى الإطار المحيط بمبادرة ديمستورا. طيب. وهو الذي قال أيضا منذ وقت غير بعيد على أنه يشعر بصعوبة على للوصول إلى أي عملية بما في ذلك تجميد القتال بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتخاصمة من جهة، وبسبب عدم وجود أي خيارات أخرى للعمل بها. نعم، ربما هنا المشكلة يعني هذا الإطار الموجود اليوم. الموقف المعارضة لا يبدو موحدا اليوم. النقاط التي تعرض عليها وعلى وجه التحديد مسألة غياب الثقة، نعم ليست هناك غياب ثقة. إذا أخذنا فقط العوامل الداخلية للمسألة السورية، هناك كما قلنا المعارضة والنظام، وهناك طرف ثالث فلنقول ذلك بوضوح وصراحة هو أقوى وأكثر وجودا على الأرض، ليس في سوريا وحدها لكن اليوم مطروح الإطار الثنائي بين النظام والمعارضة. كما قلت نحن لا نثق بالنظام على الإطلاق ولدينا تجارب كثيرة، وحتى الإطار المطروح بمناسبة مبادرة ديمستورا تجميد القتال، هذا تجميد القتال والآلية التي طرحت فيها سواء خلال مبادرة ديمستورا الأولى منذ عدة شهور إلى دمشق ولقائه مع بشار أسد ولاحقا مع وليد المعلم، ونظمت له زيارة إلى حمص على أساس حمص مثلا، نحن نعتبر والمجتمع الدولي يعتبر على أن حمص كانت عملية استسلام أجبر عليها ليس فقط سكان حمص وأيضا المقاتلين الذين كانوا محاصرين ضحى حمص تحت الحصار والتجويع والموت بالمرض، لأنه كانت غير من الممكن على الإطلاق إيصال أي مساعدات لا غذائية ولا طبية، وهذا ما أدى استسلام حمص. نحن ولا المجتمع الدولي سوف يقبل أن تتكرر مثل هذه العملية لا في حمص. نعم. ولا طيب في غيرها. يبدو أن السيد منذر ماخوس لا يستطيع أن يسمعني. على كل شكرا لك لهذه الإفادة سيد منذر ماخوس سفير الائتلاف السوري في فرنسا، شكرا لك.